اكيد اليوم K5 فيت الفل كامل نستعرضها لكم بشكل كامل. نبدا بعض الضغط ونتكلم عن تفاصيلها بشكل سريع. قبل لا نبدأ هذا التغطية لا تنسى الاشتراك والاعجاب بالفيديو دعما للقناة، واكتبوا لنا في التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم في الايام الجاية. السلام عليكم ورحمة الله، اسعد الله اوقاتكم بكل خير متابعنا غاليين. تغطياتنا اليوم لكيا K5 بفيت الفل كامل، نتكلم عن مواصفاتها وميزاتها بشكل كامل. طبعا حصلت على تغييرات جذرية في موديل 2021 تغير على مستوى الشكل الخارجي والداخلي. نبدأ تفصيلنا للواجهة الأمامية والشكل الخارجي. طبعاً إضاءات LED نهارية جاية بتصميم رياضي وعصري ومناسب. حساسات أمامية أكيد عليها، الشبك الأمامي في فتحات للتهوية ورادار أمامي. كاميرا أمامية من أصل 4 كاميرات تحيطية تعطينا رؤية 360 درجة. أما بالجزء السفلي فالرادار الأمامي أكيد هذا. طبعاً الجزء السفلي جاي باللون الأسود لما إضاءات LED بهذا الجزء. هذا الكشاف الامامي. اما الشعار كيف اكيد متوسط غطى المحرك. طبعا غطى المحرك جاي بعدة خطوط، تقريبا 6 خطوط بهذا الجزء، 3 خطوط بشكل واضح. خلينا نكبر الكاميرا، 3 خطوط طبعا بهذا الجزء بالاضافة للجزء الثاني. طبعا هذه كلها تساعد في انسيابية السيارة. وهذا الجزء الجانبي مثل ما ذكرنا تصميمه جميل ورائع. اما بالنسبة لهذه الفتحات فاكيد تساعد في التسارع. طبعا اكيد فتحات حقيقية، ما هي مثل بعض السيارات تكون بس اكسسوارات. هذه الحساسات اللي موجودة بالواجهة الامامية. هذه تفاصيلها في الواجهة الامامية، تفاصيل ومميزات جدا كثيرة. نجي للجزء الجانبي. طبعا مقاس الجنب 18 انش. بالنسبة للتفاصيل ومواصفات الجنب طبعا 45 على 235. هذه تفاصيل الجنب باللون الفضي واللون الرمادي. كاميرا جانبية أسفل المرايات. طبعا الجزء الحلو للمرايات جاي بلون السيارة والجزء السفلي باللون الأسود. هذه الكاميرا الجانبية خاصية الدخول الذكي أو المتعارف عليه بالبصمة. الجزء الحلو للمقابض كروم. أما هذا الجزء فهيكل السيارة أكيد من لون السيارة خاصية الدخول الذكي أو البصمة، بالإضافة للمقابض اللي هي بالخلف نفس الطريقة لكن ما عليها خاصة الدخول الذكي أو البصمة. سيف بانوراما. طبعا من الحاجات الجميلة اللي شفتها في كيا K5 طبعا القصة الخلفية راح أوضحها لكم بعد شوي، لكن خلونا نتكلم عن هذا الجزء. طبعا تبتدي معنا من هذا الجزء للجزء الثاني. طبعا خط متصل بشكل كامل، خط متصل بشكل كامل مثل ما هو واضح حتى للجزء الثاني، وتنتهي بهذيك المنطقة. طبعا تنتهي معنا بهذه المنطقة بشكل متصل وكامل. من الحاجات الجميلة اللي شفتها طبعا غير قصة السيارة، قصة السيارة صارت أشبه بسيارات الهاتشباك أو الليفت باك. قصة متميزة. طبعا مثل ما هو واضح نكبر الكاميرا حتى تشوفونها بشكل اوضح. صارت مثل السيارات الرياضية غير التصميم والاداء الرياضي اللي فيها. نتكلم عن الاداء والتصميم والمحرك. طبعا سعة خزان الوقود واستهلاكه، كلية البنزين يمشينا كم؟ 16.3 كيلو، تقييم ممتاز، بنزين 91. طبعا خزان الوقود 60 لتر. اما بالنسبة لامكانيات المحرك فخلونا نتكلم عنها بشكل سريع. اول ما نفتح غطى المحرك اول شيء نلاحظه اكيد GDI حقن مباشر 2500 cc 4 اسطوانات دفع امامي. الاحصنة فيها 194 حصان والعزم 246 نيوتن. طبعا مرتبط بناقل حركة اكيد 8 سرعات. هذا المحرك طبعا اكيد فيها مساعدات لغطى المحرك. ننتقل بعد كذا للمقصورة الداخلية ونشوف مواصفاتها بشكل سريع ونفصلها لكم.
من أول الحاجات اللي لاحظها في المقصورة الداخلية طبعاً المقابض الداخلية كروم، ستارة خلفية أكيد، هذه بفيت الفل كامل، بالإضافة لوين المقابض طبعاً عليها تطعيمات كروم، وهذا الجزء جاي باللون الأسود بيانو بلاك بشكل كامل، لكن عليها استيكر مراتب جلد، تكاية بالوسط أكيد عليها، وفيها حاملات أكواب مثبت لمثبت الأطفال أو الأيزوفيكس أكيد موجود، 5 حزمة أمان، تحت تكييف بالخلف، منفذ لليو اس بي بالاسفل، طبعا عليها كروم بهذا الجزء بالاضافه للفتحات اللي موجوده بالاسفل، الارضيه باللون الاسود بشكل كامل. وانا احاول اني اروح لجهه السائق، قلت خليني اشوف صندوق الامتعه. المساحه الخلفيه تعتبر جدا مناسبه بين منافساته ولا افضل، طبعا تنافسها بالدرجة الاولى هيونداي سوناتا وتويوتا كامري ونيسان التيما وهوندا كورد ومازدا 6، هذه اشهر منافسات كيا كي 5، وهذه المساحة الخلفية. طبعا التصميم الخارجي للسيارة يحيلك ان السيارة والمساحة الخلفية فيها جدا ضيقة، لكن مثل ما شفتم المساحة تعتبر جدا مناسبة، ولا اجمل من المقصورة الداخلية او الخلفية الا المقصورة الامامية من جهة السائق، كل المواصفات وكل الأدوات وكل المميزات موجودة عليها. طبعا نبدأ بالمرتبة، التحكم فيها كهربائي أكيد، ذاكرة لحفظ الوضعيات أو المراتب، نوافذ كلها كهربائية أكيد، مقابض كروم مثل ما ذكرنا، مساحات تخزين بالجزء السفلي، طبعا هذا الجزء جاء بشكل أو تصميم جميل، تصميم أوروبي أكيد، وهذا الجزء أكيد كروم متصل بشكل كامل، لا ننسى هنا تخشيبه وهنا وضع جلد كامل، بالإضافة لهذا الجلد مبطن كله، أريحية بشكل لا يوصف. نبدأ معكم بهذا الجزء، طبعا عصا تحكم بالجير جاء تصميمه طبعا كأنه تصميم عصا الطائرة بشكل جميل، بريك الكتروني اكيد، اوتو هولد، الكاميرات المحيطيه اللي تعطينا رؤيه 360 درجه من هنا، الحساسات الاماميه طبعا لا ننسى تبريد وتسخين، المراتب، الشاحن اللاسلكي بهذا الجزء، هذه المساحه الداخليه او التكايه، وهنا منفذ 12 فولت يو اس بي اكيد، والابل كار كلها موجودة بهذا الجزء، جايب تصميم طبعا جميل، طبعا هذا الجزء كله بيانو بلاك، تحكم بالمكيف لمس، المناخ منفصل ما بين السائق والراكب بشكل كامل، هذا الجزء جاي كروم طبعا مشبعين كروم، كل أجزاء كروم 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 في كل مكان، هنا كروم وهنا كروم كل شيء كروم، الشاشة جاية 10.25 إنش، طبعا تدعم كل شيء فيها القبلة وفيها الملاحة الخريطة، إعدادات السيارة فيها أنظمة الترفيه وكل شيء، معلومات القيادة كل حاجة فيها، كل شيء تتمناه موجود هنا، أصوات الطبيعة ولا أجمل، وش الصوت اللي يناسبك؟ وين في كافيه وين ودك تكون موجود؟ كنت قبل شوي بالانجليزي فنسيت اني اضبطه. هذا صوت الطبيعة بكل حاجة. هذه الشاشة طبعا الجير فيها جير فون خلف الدركسون، الحاجات المميزة خلينا على اخر حاجة، الكاميرات الجانبية تشتغل معك حسب اتجاهك، طبعا نقاط عمياء اكيد، نسينا نذكر النقطة العمياء اللي موجودة على القزاز، ننزل القزاز نشوفه، هذه النقطة العمياء، طبعا القزاز كله اوتو بشكل كامل، هنا تحكم بمستوى الانارة بالاضافة بمثبت السرعة او الخروج عن المسار والتراكشن وفتح الشنطة الخلفية، وهنا التحكم بالميديا والصوت والرد على المكالمات بشكل كامل والأوامر الصوتية،
وين مثبت السرعة الذكي ومثبت السرعة وكل الخصائص المهمة بعدد الرحلات وكل شيء. طبعا الحين اليوم احنا في وصالة التركي للسيارات، اللي حاب يتواصل معهم راح اترك لكم ارقام التواصل في خانة الوصف. سعر السيارة هذه بالتحديد سعرها تقريبا 120,000 غير الضريبة، طبعا بموديل 2021. موديل 2022 126,000 ريال، هذه اسعارها بشكل كامل. اللي حاب يتواصل مع صالة التركي للسيارات راح اترك لكم ارقامهم في خانة الوصف. مثل ما قلنا في البداية راح نقولها في النهاية، لا تنسى الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في قناة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالمستقبل. الإضاءات تشتغل بس إذا فكيتها بالكامل. إضاءات السقف LED، شوف سقف البانوراما من الحاجات الجميلة. العيال انتظروني أغلق التصوير بس. ارباقات، طبعا ما يبدأ نتكلم عن ارباقات، كلها موجوده، ارباقات اماميه وجانبيه كلها موجوده، احزمه امان، نظام الخروج عن المسار، ومثبت السرعه الذكي، ورادار امامي، كل المواصفات موجوده عليها. لا ننسى البروجيكتور موجود بهذا الجزء بشكل كامل. هذه كيا K5، طبعا فيها مستشعر للمطر اكيد، اضاءات اوتو، ضمان سيارات كيا 5 سنوات أو 100,000 كيلو، أيهما أسبق؟ شاشة ديجيتال هنا أكيد، في أمان الله. والله مواصفاتها كثيرة، أحس إني لسه ما خلصت، أحس إني توني بادي فيها. هذا كروم ما شاء الله.